جاوبتك أستاذ لطفي، لم يجري في أي دولة من 56 دولة التي جرت فيها نزاعات مسلحة وحروب أهلية أن جيء بسياسي صدفة جمع حول مائدة التفاوض من أجل أن يضعوا حلا بعيدا عن أمراء الحرب، أمراء الحرب الذين يملكون دويلات مسلحة، أمراء الحرب الذين يسيطرون على المنشآت الاستراتيجية. ما تتحكم فيهم القوى هذه الخارجية. نعم نعم نعم. شنو يعني؟ ولهذا هي لا تريد المس بهم. نعم نعم. ترى أن الحل الليبي ما نجم يكون كان في خارج. ولهذا الحل اللي إحنا فيه الآن يديرونا فيه من الصخيرات لسانكلو لباريز لباليرمو ليلي هو الحل اللي عبر عليه القرآن بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وهذا مش لنا احنا، داروا للبنان 100 مره قبل ما يصلوا بهم للطائف، داروا للبوسنيين عشرات المرات قبل ما يصلوا بهم لدايتون، داروا لرواندا 100 مره قبل ما يصلوا بهم لكيغالي، داروا للموزمبيق قبل ما يصلوا بهم لروما. عندي اسئله انا ربما برشا فرنسا يحبوا يعرفوا. الا يجب ان تستقر اللقاء صاير، شفنا متغيرات كبيره في الايام الاخيره. هو لكن التقسيم، خليني نقول لك كلمه سريعه، التقسيم احنا كنا دول وظيفيه، ممنوع عليك انت تقسم تونس. أنت دولة وظيفية تقوم بالوظيفة التي منحها لك العالم وأعلى قوة في العالم أو سلطة في العالم هي مجلس الأمن. تقسيم الدول هي مسألة جيوسياسية هم اللي حددوا بها توازنات القوة. أنت شفت كيف عاقبوا الأكراد؟ مع أن الأكراد عندهم من مقومات التقسيم ما لا يملكه الليبيون. حنا راهو اللي يسكنوا في برقة هذو اللي يحكوا على التقسيم شرق وغرب، هذو عرب سنة. يعني اللي طالب في التقسيم في ليبيا إن كان هناك من يطالب، ما همش الأمازيغ أو التبو أو التوارق اللي هم ربما أعراق مختلفة. هي الحديث الآن عن شرق وغرب، الشرق والغرب الزوز عرب سنة، يعني احنا نفسنا نفس الناس، وبالتالي المقاوم غير موجود. كردستان العراق بالرغم من أن مقومات الانفصال موجودة خلوهم لين وصلوا ل 99% بأنهم سينقسمون ثم عاقبوهم أشد العقاب. لا، تلك منطقة حساسة، تقسيم العراق مسألة علاقة بتوازنات إيران وباكستان وتركيا وغيره، مسألة ممنوعة. التقسيم هي مسألة دولية. احنا في 4 دول في ليبيا لديها قرار صارم وشديد بعدم تقسيم ليبيا، هي الولايات المتحدة، روسيا، ألمانيا، وأضيفت إليهم تركيا. هذه الدول الأربعة تمنع تقسيم ليبيا بشدة. ربما تكون المسألة مختلفة نسبيا، ولكن هذه الدول الأربعة الفاعلة هي فعلا لديها إرادة صارمة في أن طيب تقسيم ليبيا حتى زوز سنتي مش حتنحيهم من ليبيا. القوات الدولية هذه وضعتكم في ثلاجة طبعا، وضعت المسألة الليبية في ثلاجة. نجم يكون هذا زاد فرصة للليبيين أنفسهم حتى يديروا الحوار فيما بينهم لإيجاد حل ليبي ليبي. أنا الأسئلة نحب نترحم عليكم معناها خاطر ما نجم يكون كان في قالب معلومة. شفنا الأمم المتحدة في البداية تمسكت بحكومة دبيب، ثم تقريبا بعد ساعات تراجعت وأعلنت دعمها لحكومة فتحي بشاغة. المسألة الثانية، هل أن فتحي بشاغة اللي كان أكبر المرشحين للرئاسة يضحي بهذا المنصب ويتقدم لرئاسة الحكومة وهي حكومة انتقالية، حكومة تصريف أعمال، أم أنه ربما الحكومة هذه ستكون تقريبا دائمة وإن كان تحت يافطة الحكومة الانتقالية؟ ما الذي حصل حتى حصلت كل هذه المتغيرات يعني بسرعة؟ لا، هي المتغيرات لا زالت تتغير. أنت تعرف أن من ربما يحدد النتيجة النهائية هم أمراء الحرب. أمراء الحرب الآن فاتحين بورصة، مجموعة تمشي لدبيبة، مجموعة تمشي لفتحي بشاغة، من يدفع أكثر؟ لأن الصراع في ليبيا ما هوش إثني طائفي. لو تجي للصراع الطائفي أو الإثني في لبنان، الطائفة الدرزية لن تتخلى عن جنبولات أبدا، سيظل جنبولات هو الذي يمثلها وهو أمير الطائفة. في ليبيا لا، في ليبيا عندك أمير حرب شن تعطيه من أموال، هذا يزايد على هذا، هذا إذا ذهبوا إلى الحرب. ولكن يبقى القرار في النهاية قرار أجنبي. القرار الأجنبي الآن غير واضح، حتى القوى الإقليمية أو الدول الإقليمية ما زالت مشوشة.